اهلا وسهلا بكم مره تانيه في تفاصيل. الفقره التانيه من الفقرات اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا جدا. ليه؟ لان هي بتبقى النور، النور اللي مش محتاج جدل. كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده مش محتاج بقى نتناقش ونتجادل فيه. هو مشكله ولها حل. كل حياتنا مذكوره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نبدأ فقرتنا التانية مع من منورني ومشرفني مولانا الشيخ إبراهيم الدسوقي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. حضرتك منورني وفعل خير منوراني. الأمة الإسلامية كلها بخير، ويا رب تكون سنة سعيدة على المجتمع كله يا رب العالمين وعلى حضرتك. اللهم آمين. قل لي بقى كده، لو هنتكلم عن بيوتنا ومشاكلها، يمكن حلقة النهاردة لو كنا سبت المداخلات ما كناش هنخلص. مشاكل زادت في البيوت. كان زمان يقول لك النسب لو تعكر ما ينفعش. ايوه. دلوقتي تلاقي البنت والولد من دول قاعدين لا هي بتكلم ام ولا هو بيتكلم امها. اه والله موجود والله. صحيح صحيح. حاجه غريبه جدا. لا خد الاعجب. مالكش دعوه بامك وانت مالكيش دعوه بامك، افرضوا على بعض. طب راحت فين؟ ديننا من ده فين؟ الدين الاسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلائل الخيرات والبركات والفتوحات السنية ومنبع الحسنات والرحمات والإفضال والإنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كل خير بها ملك الله سليمان. الله. وبنصفها نجى الله نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله عليك يا شيخ إبراهيم. لو جاءت البسملة وأصبحت في البيوت وأصبحت على لسان الأب وأصبحت على لسان الأم، نجى الله تعالى الأسرة من الكروب. لو كانت الدنيا في اليد وحكمنا الله سبحانه وتعالى في مشاكل الزوجية حل الله كل الكرب. لو تصدق الإنسان اللي عنده كرب واللي عنده غم واللي عنده هم، لو تصدق وعمل جمعية مع الله سبحانه وتعالى هيقبضها الأول، لأن الله غني عن العالمين. للأسف الشديد إحنا نحينا الأصول جانبا ودخلنا، عاوز اقول مش عاوز اقول، الدنيا بقى دخلت في القلب والدنيا دخلت في كذا، واصبح كل واحد يحكم هواه. عشان كده الزوج في وادي والزوجه في وادي، ما بيجتمعوش على سجاده. الزوج بيصلي بزوجته واولاده، ما بيجتمعوش، بيجتمعوا يوم الجمعه والمؤذن بيأذن والشيخ بيخطب والزوج نايم. فالسيطره قلت في البيوت، والشيطان بقى ليه اعوان في هيئه زوج وزوجه. فاللهم اصلح بيوتنا واصلح احوالنا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. طيب لو هكلم حضرتك عن حاجتين. ساعات كده بنشوف واحد حاله حلو، حياته مبهجه، زوجه تشرح القلب، ولاد ما شاء الله تبارك الله على قدر من الخلق والعلم، مريحينه ومش تعبينه على الاقل. هل ده نبص له بس ولا ناخد منه؟ تيجي تسال وراه يقول لك ده انسان بيعمل خير كتير قوي، فربنا مبارك له في عياله. ده فلان ما كانش يلاقي شغل وساعده وشغله معاه في المصنع. ده فلان مش عارف ايه، جوزها مات عامل لها معاش شهري. فعلا الصدقه بتهون الكروب وبتحل الدنيا. الله اكبر. طب احنا هنشوف كلام ربنا حضرتك بيقول ايه؟ اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلام باختصار جميل جدا. عبدي تريد وأريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وقال الله تعالى فعال لما يريد. اجعل الله سبحانه وتعالى دليلك، واجعل الله سبحانه وتعالى يدبر لك أمرك، ستجده أولى بك منك. لأن الحكمة تقول لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، وسلم لنا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. فك الكروب.
وتيسير الزواج للبنات اللي هم متأخرات في الزواج، وأن يجد الإنسان زوجة صالحة لابنه، طريقه هو الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. أنفق أنفق عليك، هتنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، ادي لربنا سبحانه وتعالى وهو هيديك، هتديله صدقة هيديك فتوح وهيديك توفيق وهيديك شفاء وهيديك فك للكرب. كل ده لو تعلمناه احنا مش هنتعلمه اكتر من سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام. سيدنا موسى خرج من المدينة خائفا يترقب، لما قالوا له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج منها خائفا ليلا، ما معه مال، ليس معه صديق، ما معه زوجة، بكل الهموم هذه خرج موسى يترقب. وصل ماء مدين، الله، ولما ورد ماء مدين، كلمة ماء ومدين الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا، إذا وجد الماء وجد فك الكرب. ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، مالكو، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، الرجالة يمشوا واحنا هنسقي. طب هيعمل ايه سيدنا موسى؟ ده الغطا بتاع البير يشيله 40 راجل. استنى عند الأربعين راجل ونرجع نشوف سيدنا موسى هيعمل ايه. ابقوا معنا بعد التقرير ده. انا صعبان علي عيشة ولاده كده. والله صعبان علي عيشة ولاده، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده ما عندهاش بيت وما فيش حاجة اللي هو البيت ده، وعايزين نعمل لهم بيت وعايزين نعمل لهم حاجة. الأطفال دول أبوهم مات وسابهم. أنا بيصعب علي ساعة ما بيشوف حد يقول يا بابا أحمد، ساعة ما بيقول يا بابا أنا بفتكر أبوه، بفتكر محمد. والله العظيم محمد كان حنين فيا أوي، ومحمد كان قريب من قلبي والله العظيم. أعبد العبادة إدخال السرور على أخيك المسلم. كان عيان، وساعة ما يقول يا أمي أنا تعبان يا أمي، ودري للدكتور يا أمي أنا تعبان، وأنا كنت عايزة محمد يعيش أقسم بالله، وما كنتش عايزة أي حاجة تاني، وعايزين والله العظيم بس نعمل له البد ده لأولاده عشان يرتاح، عشان هو أصلا كان تعبان ما عندهمش اي شيء خالص، ولا اي حاجه، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص والله العظيم، وكل الناس تعرف بكده والله العظيم. محمد ابني ما فات اي حاجه، ما عايزين عداد ميه، وعايزين هو الكهرباء فيها هو، بس احنا عايزين عداد ميه، وعايزين تعملوا لنا سقف زي ما انتم شايفينه اهو والله العظيم كده. ما انا ربنا اللي علمه بالحاله، وكل الناس تعرف اقسم بالله، وهم اطفال همضي زي ما انتم شايفين. احمد ما كملش سنتين، وترتيل عندها 8 شهور والله العظيم، زي ما انتم شايفين الحاله دي كده يا جماعه قدامكم. ربنا بحاجه لنا بيجعله في ميزان حسناتكم ويجعلكم في الخير دايما. كان نفسي جوزي يعيش حتى لو كنا هنعيش في عشة، بس كان يعيش على الأقل، كان يبقى سترنا أنا وعيالي، وكان يبقى لهم أب اللي هو يجري عليهم. بس هو خلاص قعدت معاه 2.5 سنين بس بعد جوازنا، ومات الله يرحمه. معروف الأيام اللي احنا فيها دي فرص من ربنا سبحانه وتعالى، ما أعظم ديننا والله، بدينا طول السنة فرصة، فرصة نعمل حاجة نغير بها حياتنا. فالنهاردة فعل خير بتدينا في الأيام المفترجة دي الفرصة. الصورة صعبة قوي، ناقص لكم كم بير؟ احنا ناقص لنا الحمد لله رب العالمين ناقص لنا 10 أبار في المنطقة، وناقص لنا البيت بتاع الست دي، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بطوبه وبأسمنته، ناقص سقفه الحمد لله رب العالمين. بس جدا في جمهور البرنامج ده وفي القناة الكريمة جدا جدا الحقيقة، لأن احنا عندنا وصلة المية، عداد المية ب 3000 جنيه، عندنا بير يكفي 4000 عام كامل في 150 طن مية، أو بير ارتوازي يقعد 100 سنة لا ينضب بإذن الله تعالى، بيكلف 30,000 جنيه، سهم السقف 5000 جنيه. ولا ننسى لأن بكرة
غدا بإذن الله تعالى بإذن الله ربنا يوم عرفة، أعظم يوم في الوجود كله. الله سبحانه وتعالى ينزل ليلا كل يوم طوال العام، لكن في يوم عرفة ينزل طول النهار حتى يستجيب لكل داعي. فلا تتأخر أن تطلب من الله أي سؤال أي دعاء، حتى ولو كان في نظرك مستحيل فالله لا يصعب عليه شيء. لبيك اللهم. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلت المية 3000 جنيه، البير 30000 جنيه، السقف 5000 جنيه سهم ب5000 جنيه. أنا هوصي، لأن احنا خلاص فاضل يوم عشان الأضحية، عندنا صكوك الأضحية 3700 بلدي صافي يصل إلى المتبرع 10 كيلو إلى بيته ما شاء الله. ثم الخروف اللي هو ما يقلش، يعني العشر كيلو دول نصيبه هو، نصيبه احنا بنديله نصيبه منهم إلى يوصلوا إلى بيته. عندنا كمان عاملين خروف بلدي 40 كيلو صافي ب3700، عاملين صك اسمه صك اللحمة للناس الغلابة اللي هم على قدهم، عشان ما نفوتش عليهم الفرصة ويقول أنا معيش 3700. أنا بقول له أنا عامل لك صك على قدك 200 جنيه، ادفع 200 جنيه وانت هتأكل لحمة زي غيرك. طب لو أنا عندي واحد بقى بيقول لي أنا أقدر أعمل ذبيحة لوحدي، أقول له أسرته وولاده، عندنا أقول له عندنا 350 كيلو بلدي صافي ويزيد بتمن 25000. بسم الله ما شاء الله. طيب عايزة أسمع حكاية الأربعين راجل لسيدنا موسى بقى تكملة. الله أتفضل. أبنساش مولاي أبنساش. ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجد رجالة بيتجمعوا مع بعض يشيلوا الغطا. طيب أنتوا بتشيلوا الغطا، طب ما تسأل البنات. طب هو عشان يسأل البنات هيستنوا لحد ما البنات تمشي، فكل واحد وراه الدنيا شغالة على دماغه، فيسيبوا البنات لحد ما ربنا يفرجها عليهم، وقد حصل. طيب لسيدنا موسى فرفع الغطاء بيد واحدة، لأن الله تعالى قال إذا أطاعني عبدي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. فيمين الله سبحانه وتعالى كانت في قوة يد سيدنا موسى، فرفع الغطاء وسقى لهما، سقى لهما، سقى المية. وربنا قال ورد ماء مدين، إذن كلمة الماء في القرآن لها قدسية، لها قدسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا سيدنا سعد بن عبادة أفضل الصدقة إيه يا رسول الله، لأن أمي ماتت وعاوز أعمل لها أحسن حاجة، قال الماء. طيب على مدار السنة بيبقى في حاجات احنا عايزين نعملها، يمكن نعملها لولادنا اللي موجودين او لازواجنا وزوجاتنا، او نعملها للناس اللي رحلت من حياتنا. هل الايام دي لو انا تصدقت على امي او ابويا، عملت اي عمل خير ربنا ينفعني بيه وينفعهم بيه؟ ده انا عندي سيده فاضله اسمها منال صلاح سالم، ابوها وامها لما شافت البرنامج اتصلت وقالت انا عاوز اعمل لامي وابويا بير. بيكلف كام؟ قلت لها 30000 جنيه. قالت طب ينفع انا اخش فيه وولادي عشان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم، وانا عندي كرب كده ربنا سبحانه وتعالى هيفكه؟ قلت لها وانتي واولادك. وانا بطلب من السادة المشاهدين ان يدعوا للست منال صلاح سالم ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم والديها ويفك كربها. اللهم امين يا رب العالمين. حلو قوي الصلاح الابناء ده، حلو قوي قوي قوي. ساعات بيبقى في اب عمل لنا كتير قوي، وعمل لولاده كتير وبنته كتير، وام والله وتيجي تلاقيها في الاخر راحت ومحدش فاكرها. دي صعبة قوي، صعبة جدا، خاصة ان طول الوقت يمكن انا بصر على السؤال ده، ان مولانا بيقول الميت بيحس وبيسمع، توصل له دعوتك وصدقتك. تستخسروش في ابائكم وامهاتكم اللي رحلوا، وما تنسوهمش، اوعوا تنسوهم علشان حاجة واحدة بس، عشان ولادكم ما ينسوكوش. نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. ابكم معنا. اذا كانت الصدقات تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ نار جهنم.
عايزين نديروا ميه نشرب منه، رجلي وجعان وبطلانه وبروح اشيل الصفيحه على راسي عمال ما اجيب شويه ميه العيال يشرب. عايزين نديروا ميه هنا نشرب منه، يا اهل الخير يا اهل السواق. الميه حلوه ثواب عند ربنا، بشيل ميه وبنزل في سكه مرتين واني ماشيه كده على راسي الصفيحه. محتاجين الميه خالص، وانا داري واجعني رجلي انشحت اللي مننا ميه من اخر الدنيا. والمنطقه دي ما فيهاش ميه خالص. محتاجين المي، اهم حاجه المي لا يصلح حالكم يا رب وينال لكم طريقكم وتفكم شر الضعف شر المرض يا رب، يا رب يبارك له. جيب له مي من اخر الدنيا، واحنا عايزين المي هنا في المنطقه، يجعلكم اهل الخير على طول يا رب، يبارك لكم يبارك فيكم ويريحكم زي ما هتريحون، يبارك فيكم ويرويكم من ويرويكم يا رب بالخير يا رب، يخليكم يا رب. عايزين المي، احنا عايزين الماء والله. انا وعندي اولادي عندهم املاح وصديد من ميه الطرمبه، وعامله له كشف لهم الثلاثه وعلاج غالي وعشان المي، وبخاف اسيبهم واروح اخر الدنيا عشان املا مي. والصدقات يقف المتصدق في ظلها يوم القيامه حتى يقضى بين الخلائق. واحنا عايزين من سيدتكم بير هنا لو سمحتوا، يعني عايزين بير هنا ماشي، ولو اذا سمحتوا يعني، عشان الناس هنا عيانه وكتر المرض هنا في جره الميه بتاع الطرمبات اللي احنا بنشربها. يا اهل الخير احنا عايزين برينات، الناس تعبت من الميه دي وجالها صديد واملاع، يا ريت بس تدقوا لنا برينات. والميه متعبانه، اللي عنده مريض كلى مريض بالسكر الميه بتتعبه. والصدقات ولو كانت بشق تمره يربيها الله لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد. ما أعظم عطاء الله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة قال الماء. فرق كبير قوي بين البني آدم اللي بيعمل خير ويساعد غيره ويتأثر، وفرق كبير تاني بين الواحد مش هم، فرق كبير في كل خطواته وفي حياته، في سلامه اللي بين نفسه، في أمانه وأمنه، فرق كبير في أحلامه وطموحاته وفي تنقلاته وخطواته وخطوات ولاده، ثم تأتي بعد كده بقى إيه نسله. صدقوني ممكن الواحد ينجى من هلاك بفضل حاجة واحدة أو صدقة واحدة عملها في حياته. كلامي ده صح يا مولانا ولا غلط؟ غاية في الروعة. يعني سيدنا موسى ما كان طالع خايف ممكن حد يخبطه يعمله، اللي هو تصدق على البنات ان هو سأله وقال توجه الى الله سبحانه وتعالى وقال اني لما انزلت الي من خير فقير. 10 ابار المنطقه دي احنا كنا عاوزين فيها 40، النهارده الحمد لله رب العالمين بقت 10. لازم نشكر الناس اللي عملت الحقيقه، لازم نقول لهم شكرا، دمتم وعشتم، ده بالخير ودايما كلام سيدنا النبي اللي دايما بيقول، اللي قال لنا ان الخير في امتي ليوم الدين. الجمهور ده جمهور عظيم. الحمد لله. احنا لسه من كام يوم كنا بنقول 40، النهارده فاضل 10. هتفرحوني بعد العيد بصوره ال 40 بيه. كل الناس كلها هتيجي تقارير حضرتك وهتشوفيها. الله اكبر. بس كمان لازم اقول ان ال 10 دولت بكره. بكره ال 10 دولت عشان اعظم صوابهم في الدنيا. صح. ادركهم. انا بقول لك في جمعيه خش وهتقبطها الاول. صح. فيعني البير 30,000. البير 30,000، عداد الميه 3,000، السقف 5,000 جنيه، واوعى تنسى نفسك من كيلو لحمه الضيف في ايد واحد ما بياكلهاش الا في المواسم. صح. عندنا ب 3,700، وعندنا ب 3,700 خروف 40 كيلو، وعندنا 25,000 جنيه ذبيحه كامله اكتر من 350 كيلو. طيب. لو انا عملت الكلام ده ربنا هيفك كربي؟ ايوه. طب ربنا هيحبني امتى يا ابراهيم بقى؟ ربنا هيحب متى يحبك الله؟ متى يحبك الله؟ استنى، متى يحبنا الله او ازاي يحبني ربنا؟ بعد ما اشوف تقريرنا ده ونرجع للكلام المهم والجميل مع الرائع الشيخ ابراهيم الدسوقي. ابقوا معنا. واحنا ماشيين والله يعني صعب علينا قوي 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 قوي، وهي عماله تعيط وعماله تقول انا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى،
ابني رماني وجوزي طلقني من 20 سنة وامي عندها جلطة وقاعدة لوحدي أرملة ومحدش بيمدلي ايد حنية. يا رب نجيكم ويحضر لكم اللي بالخير زي ما تحضروا له اللي بالخير ويبعد عنكم شر المرض يا رب وما تحتاجوش ابدا زي ما انا محتاجة كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه يا حاج؟ هند حامد عبد الباقي. مالك بتعيطي ليه؟ البيت اهو زي ما انت شايف قاعدة في الشمس ولا عندهم مية ولا عندي حاجة، ساعة راح ابني ما عندي حد بقى متقلبين علي. هو قطر جيركن اهو والله ما في غيره. وعايزة شاتم مية. اي حاجة من عندكم انتم تساعدوني لوجه الله وربنا يستر عليكم يا رب. ابنك فين؟ ابني وخدته مراته مش على مصر. خدته مراته وخدته على مصر؟ ايوه مش على مصر خدته ومشيت. حتى على العيد ما بيجنيش والله ما بيجني على العيد خالص ولا بيفتكر فيه بعد عدد ده كله عليه. طيب لو سقتها وهي عطشانة؟ ومن سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. ولو بصيت لها بقلبك قلبك هيوجعك قوي لأنها فيها كل حاجة لازم تساعدها. لو اعتبرتها والدتك ولا اعتبرتها أختك ولا اعتبرتها كل شيء موجود في الست هنا. ابنك فين يا حاجة؟ ابني خدته مراته وراحت بيها على مصر. يعني معقول أم تربي وتكبر وتعيش حياتها وفي الآخر ما لقاهاش؟ لما تعمل صدقة اعملها قدام ولادك، لما تقرر تجيب تبيعها حاسبهم يعرفوا انك هتذبح ويفهموا انت ليه بتذبح. لما تيجي تترحم على أبوك أو أمك وتعملهاش في الخفا، في حاجات اعملها لهم وتكلم معاهم. ولو عملت بير مع مؤسسة فعل خير خد ولادك واطلع بيهم علشان في يوم من الأيام ده يبقى في ذاكرتهم يبقوا فاكرين كويس قوي إن إحنا رحنا مع بابا المكان الفلاني وكان عمل صدقة لجده. جيل ده مختلف وما بينساش. حقيقي ده حقيقي. مختزل فظيع. ال بقول الأب والأم لازم يعيشوا ولادهم في الصدقة. أنت هتدي ادي لابنك. انت هتدي ادي لابنك عشان يدي عشان لما يسمع برنامج زي مؤسسة فعل الخير وزي تفاصيل يعيش فيه لان هو امه معلماه من زمان وابوه معلمه من زمان. فعشان ابوك يفتكرك انت كمان افتكر ابوك بعد ما يموت لان حياتك انت امتداد ليه وبرك بالوالدين هيخلي ولادك يبروك زي ما بتعمل في ابوك بكره هيعملوا فيك ابنك. فادي لربنا واعمل الصدقه وكمل للست دي وصلت ميه ب 3000 جنيه. انا ما بقولكش اعمل بير بقى، ما احنا خلاص اللي هيعملوا البير هيتصلوا علينا اللي هم فاضل 10 ابار. انت بقى تعمل لنا وصله ب 3000 جنيه او تعمل لنا السقف اللي هي بتقول لك انا قاعده في الشمس يعني كانها مش قاعده في بيت. مين هيعمل لها سقفها؟ مين هيوصل لها ميتها ب 3000 جنيه او سقفها ب 5000 جنيه او حتى البير اللي فات ب 30000 جنيه؟ ربنا سبحانه وتعالى انا متاكد واثق من كرم الله سبحانه وتعالى في هذه الايام وربنا عشان ربنا يحبك كمان. الله عليك. عشان ربنا عليك. كمان يحبك. الله عليك. طب انا اعمل ايه؟ السؤال اهو، اعمل ايه عشان ربنا يحبني؟ خلي بالك هو لو ما حبكش انت مش هتحبه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فعشان ربنا يحبك اديل، اعطي لله سبحانه وتعالى، صح. انفق لله سبحانه وتعالى، لعلي. ادخل السرور على الناس عشان ربنا سبحانه، اجبر خاطرهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرهم. حقيقة هم عمالين في زمايلي في الكنترول بيقولوا لي يلا انهي التايم للفقرة دي. فعلا الفقرة دي ما بتعديش مرور الكرام. العيد داخل علينا،
يا رب يكتب لنا الفرحة ويكتب لبلادنا كلها الفرحة. نورتني وشرفتني الشيخ إبراهيم الدسوقي مؤسسة فعل خير. ربنا يخليكم، كل عام وانتم بخير، واحنا سعداء جدا ان احنا بنقدر نروح للناس دول أطلع. ونوصل لهم الخير، بنوصل ايد الناس اللي مش قادرة توصل للأماكن البعيدة، واحنا معاهم زي ما يعوزوا. استنى الأربعين بير كده وافرح على الشاشة انا والسادة مشاهدين ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله بإذن الله. اللي جاي ايه يعني هنا؟